كنشكر الجمهور الكازاوي بزاف على الـ على الـ على الطاقة الإيجابية اللي عطانا وعلى الحضور الكثافة ديالو، وكنتمنى نكونوا عند حسن ظنهم ويكونوا على ما بالينا. الحمد لله شبعوا بزاف، وإن شاء الله الجمهور اللي غيجي غدا إن شاء الله حتى هو يفرح ويفتخر بينا كفنانة كنمثلوه. وكنشكر بزاف كاع الناس اللي شاركوا على إنجاح هذا العرض. لا تخوب هي في حد ذاتها تجربة جديدة، ولكن عندها عروض اللي داز فيهم لا تخوب اللي كانوا لقاو نجاح، ومن عرض لعرض كنلقاو تطور الحمد لله. لا انا الاخوان للعرض باكمله ان شاء الله، والعرض ديال غدا هو يكون ان شاء الله بحال ديال اليوم ولا افضل. وكابتن كبروا هذا الاسم هذا اللي هو كاين واحد التنوع في هذا العرض اللي جاي من ايكوم ورام بهيثم مفتاح اسامه رمزي زهير زائر سيف الدين ستيف، وكاين عمر فلاكي ممثل كبير انا من لي فان ديالو، وكاين محمد فتح ان شاء الله واحد الشاب اللي جاي وغيقول الكلمه ديالو ان شاء الله في مجال الفكاهه. وشكرا لكم. احنا فرحانين بزاف بالعرض ديال الخوب، لان الجمهور كيف ما شفنا جاب قوه وحضر وصافي تيجات انه تيوقع واحد الفواتير تجاريه في وسط العرض تيخليو الناس يحسوا بانهم جالسين مع عائلتهم ماشي غير في العرض وخلاص، بان تنعيش واحد الجو زوين. صراحه هذا العرض ناجح ماشي غير بعبد ربي كما تنقولوا، ماشي بيا تعرض ناجح بزاف ديال العوامل. معايا واحد الشباب اللي تبارك الله برزوا في الساحه الفنيه، منهم تناخذ القوه باش نكمل، منهم تيعاودوا ياخذوا ملي تياخذوا القوه، فهذا بالنسبه لي شرف كبير. وتنشكر الناس اللي حضروا بقوه اليوم، وعلى واخا رمضان جلسوا معنا حتى الاخير لحظه ما سخاوش بينا، فما عندنا ما نديروا. مره اخرى ان شاء الله 24 ان شاء الله غادي يكون غدا غنعاودوا لها تخوف، لانه كاين طلب عليها مجموعه فيها واحد القوه ديال لي زارتيست. تنشوف واحد لي زارتيست مجموعين وتيديروا واحد الجوله، فاي واحد تيحب شي فنان تيلقاه في الخوب او تيعيش معاه، فتيشوفوا في هذاك في وسط هذاك الباقه ديال الورد الكبيره، فشي حاجه زوينه الحمد لله. وتنشكرهم بزاف على زعما حسن التعامل ديالهم وحسن النيه ديالهم في هذا فسميتو. بيان سور هو الخوب راه فيها تجربه كبيره بالنسبه حتى لي انا تجربه، لانني حتى انا واخا دوز تجارب ولكن تتبقى هي تجربه، حتى الخوب تتبقى تجربه. ولي الشرف زعما انني ميتر دي سيرموني في هاد لا تروب، ليا الشرف كبير انني نكون مثلا ناخذ باش ناخذ هاد المسؤوليه عليك، شي واخا صعيبه ولكن الحمد لله الله توفقنا. تبارك الله عليكم وشكرا.